إذا تسمح لي، موضوع جدا مهم، وربما أني ما أتأمل من هذه الحكومة نفسها كشخوص مسؤولين عدل اللي موجودين الشرفاء اللي ما يقدرون ينفذون مهام اليوم والأمن الوطني ينفذ ويوصل لي أهل القضاء، القضاء ما يقدمها. اليوم مسؤولية الأمن الوطني يوصل ملف فساد للنزاهة، النزاهة ما تحرك هاي الشكوى. اليوم ملف فساد يوصل للدعاء العام، ما تحرك شكوى به. أنا اليوم إذا أنت تقول أنا شريف، فأكو غيرك مو شريف اللي ما يكمل المجرى اللي أنت تفدي فيه. هذا موقف عقيم بهاي الفترة. اليوم 20 يوم مرقد الحكيم اللي انصابوا عدد من الشباب، وخمسة أيام متوالية بهذا الموقف أكو كاميرات ترصد اللي بداخل ساحة النجف اللي هي مسؤولة الأمن الوطني، كاميرات ترصد وتحركات كل الأشخاص. والخمسة أيام أكفتنا أنه حتى صور الأشخاص أظهرناها للعدالة وأظهرناها للقضاء، لا صدرت أوامر قبض ولا صدرت منع سفر ولا مسكوا بالجنات. بقت انه داخل العب من جو العباء على ما يقولون، صارت فصولات عشائريه من جهه معينه تفصل الشهداء حتى لا تصير فتنه زايده. لا تسمح لي. بالنسبه اللي حدث بساحه الصدرين، ما لي علاقه باللي دخل مثل ما لي علاقه باللي قتل. الامن الوطني يعرف لك اللي قتل منه، والكاميرات موجوده على ساحه الصدرين. عنده مطالب اليوم منظومة مجلس النواب، منظومة عقيمة جاي تستهزئ بالشعب العراقي بشكل واضح. وآخر دليل أنه تهميشهم بالجلسة الأخيرة العدد ما يكفي أنه يكفون للتصويت، وبقوا يهمشون واحد والشخص الثاني حتى تكون عندنا المحاصصة. اليوم إذا أريد فزعة من عندك تفزع لي بتغيير نظام. تغيير نظام ربما يكون صعب، لكن إذا التقوا الشرفاء اليوم أنت وأستاذ عبد الوهاب الساعدي وشخصيات معينة تقدر تلتزم بذمة العراق مستقبل. اليوم صار لنا سنة كاملة، شنو اللي دفعنا؟ وأنت أنت بالناس أطياب وبنجوات تعرف أعلى أعلى غاية الجود التضحية بالنفس. والشباب لما يضحي بنفسه ما عنده شيء خسره نهائيا. واستمرارنا لمدة سنة كاملة ما خلينا عن فراغ، خلينا عن مبادئ، أهداف، ثورة، قناعة أنه مصير العراق بيد ثوار تشرين. وخلي تكون معلومة توصل رسالة إذا مو من جنابك من خلال الإعلام، أنه في حال بقاء هذا التهميش اللي هو طبعا مو وليد اليوم، وليد سنة كاملة، وليد 17 سنة، في حال بقاء التهميش هاي الشباب اللي أنتم أساسا تعرفونهم قمة بالوطنية وقمة بالغيرة ويفكرون نفس ثورة الإمام الحسين اللي هي بدت على التغيير والإصلاح ورفض الظلم والطغيان، راح نكون يوم 25/10 بموقع كلش مهم بالنسبة للدولة. تنتهي شرعية الدولة، يا أما الشباب تخسروهم. هاي ترى الوطنيين مرات يقول حينما تنتهي المعركة ويخلد الشهداء إلى النوم تخرج الجبناء من الأزقة تحدثنا عن بطولاتهم. بطولاتك مشهودة، بس احنا شباب كل النظيف وكل الشريف عنده مبدأ من المرجعية، من يستشهد ينال الشهادة. وموقفنا يوم 25/10 راح ممكن الدخول للخضراء ينتهي كل الموقف. تستدركون الوضع هاي الفترة. اليوم عندنا علي جساب من العماره مغيب بالنسبه للامن الوطني يقدر يوصل، سجاد العراقي مثل ما تعرف انت بالناصريه تهديدات علنيه. اليوم سيد احمد الحلو الرجال ورا فتره مده طويله يلا عرفنا انه الرجال معتقل وليس مختطف وامنه. ليش؟ عندنا عداله، اسمح لي، عندنا عداله، عندنا ايمان بعداله القضاء العراقي، انه اذا موجود معتقل يعني الرجال حي يرزق. بقت دفاع وادله واثباتات ادله بالمحامين والمحكمه وتبين القضايا والحوادث وتنطي جزائه. بكل الاحوال احنا نستجيب، لكن يا استاذ العزيز القمع اللي صار والتهميش اللي صار والاباده الجماعيه اللي صارت انت وكل شريف ما يرضى بها، ولو عندنا حقوق انسان ومنظمات دوليه ويونسيف وكل ما شابه ذلك، القتل والقمع الجماهيري والاباده الجماعيه بوقت عادل عبد المهدي كان صعب تدخل وجوب الحقوق الانسان، لكن خل تدفعنا الغيره احنا على بلدنا ونوقف هذا الانتهاك حده. اليوم اوقف ويا كل شريف والتمس ويا كل شريف، وخلي ايدك بيد كل شريف كمل المسيره. السوف ونفعل ونبقى ونصمد. انا اليوم ثق بالحسين لكل الشباب الموجودين. المبدا الحقيقي هو الوطن، الدفاع الحقيقي عن الوطن. المبدا واضح انه شوفه ابو، بس خلي اوضح لك، انت عندك رجال كانوا بوقت من كنت بالجهاز الثاني اللي هو بالسواتر، هاي الشباب اللي تواجه الرصاص بصدر عاري، امانه الله عليكم انتم بها سلاح مو حسبالك بهاي لعبه البوبجي والاخضر ما يخافون من الموت؟ لا والله، اذا
ليش اضحي بيهم واموتهم؟ وخلي تقول معلومه لكل الجهات، احنا درسنا دراسه حقيقيه وما نتعلم ولا نعيد الخطا. سنه كامله خسرنا بيها 800 شهيد، سنه كامله خسرنا بيها اكثر من 25000 جريح، هاي السنه ما راح نعيد نفسها والا راح تكون الصفر. لو نكون 800 شهيد بنفس اليوم ونغير نظام، لو هالمرحله نهائيا ما راح تبقى. الموقف السنه الجايه اللي هي راح تبدا يوم 25/10 راح تكون حاسمه، حسبوا لها وخلوا حذر. واحنا ولدنا انتم حريصين علينا. اكو مطالب بسيطه اللي هي محاسبه قتله المتظاهرين بالقدر الامكان، ما راح تحاسب للكل هاي فتره قياسيه. قانون الانتخابات للدوائر المتعدده حتى انطي شرعيه للحكومه الجديده وللناخب قناعه انه راح ينتخب نزيه ويتحول شخص وطني ياخذه. مو تريد بزون اخذ وتريد واو اخذ نفس الحاله. اليوم الدوائر الانتخابيه اللي جاي تعرضون عليها مجلس النواب هي على مود من؟ على مود المال السياسي والنفوذ يكملون بها. والله خافوا من الدوائر المتعدده حتى لا يسعد الوطنيه وينتهي نفوذهم. هذا الامر اريده من عندك. قانون الانتخاب المفوضيه المدراء العامين تسال وتوصل للرئيس وزراء وتوصل له هاي الرساله، قل له مدراء عامين مفوضيه انتخابات يتغيرون ويثبتون بالاصاله، وتاخذ المفوضيه على عاتقها قاضي واحد ولكل محطه في حال تعدد المحطات وباشراف اممي حتى اطمئنان انه ما راح يصير تزوير، وعملوا لنا انتخابات مبكر حتى نعرف نساندك نساند الشريف نوقف باي واحد. مو ممنين ترى التعب اللي عندنا ما صار عند شخص. تفضل استاذ عصام. ما دوختك ان شاء الله، هذا مطالب كمطالب متظاهرين. مو مطالب. لا هذا شنو؟